صارت اليمين يا أخي الحبيب الواردة في سورة المائدة، هل هي مرتبة أم أنها بالاختيار؟ أنا أظن مرتبة. في السورة واردة أي نعم، هي الآية أظن صرح فيها بأنه إطعام 10 مساكين، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فمن لم يستطع عطا. لا، أول شيء أعطاك عتق رقبة. إيه عتق رقبة اليوم ما في. ما في. طيب. بعدين طعام 10 مساكين. بعدين صيام 3 أيام. إيه. هو على هذا الترتيب ولا شك؟ هل هي بهذا الترتيب؟ هنا. ما أستطيع أن أنتقل من مرتبة إلى مرتبة إلا بعدم الاستطاعة. أيوه بعدم الاستطاعة. مسألة العتق ما في عتق رقاب اليوم. فإذا تجي المرتبة الثانية وهي الإطعام.